وللمزيد من التحليل ينضم إلينا السفير أحمد حجاج أمين عام مساعد منظمة الوحدة الأفريقية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، قراءة حضرتك لزيارة الرئيس السيسي لإريتريا في هذا التوقيت، وأهم المحاور برأيك في هذه الزيارة؟ أعتقد أن التقديم الذي قدمته حول العلاقات الثنائية بين مصر وإريتريا كاف، واستعرضت كافة الجوانب هذه العلاقات. أود أن أضيف هنا أن مصر وإريتريا لديهما سواحل طويلة على البحر الأبيض، البحر الأحمر بصفة خاصة، ولهما مصالح مشتركة في تدفق السلع والخدمات عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس بصفة خاصة. هناك عراقيل في الوقت الحالي تؤثر على تدفق هذه القوافل. يجب، أعتقد أن الرئيسان سيبحثان كيفية معالجة هذه المشكلة. أيضا هناك إريتريا دولة مهمة في القرن الأفريقي، وخاصة بالنسبة لاستقرار الأوضاع في الصومال، ولذلك ليس من الغريب أن تتوافق زيارة الرئيس السيسي إلى أسمرة في زيارة مماثلة لرئيس جمهورية الصومال إلى أسمرة. وأعتقد أن الوضع في الصومال سيكون محل بحث بين رؤساء الدول الثلاث. يعني سعادة السفير، في هذا الشأن تتوقع تعاونا ثلاثيا في هذا الشأن؟ أعتقد أن ذلك مرجح إلى حد كبير. العلاقات بين الصومال ومصر متينة جدا، والعلاقات بين الصومال وإريتريا ذات اهتمام خاص لأنهما يجمعوا تجمع شرق أفريقيا، ولدى الدولتين علاقات متينة منذ مدة طويلة، ولذلك لم يكن من الغريب أن يقوم رئيس جمهورية الصومال بزيارة لأسمرة في الوقت الحالي. نعم. طب سعادة السفير، في ضوء الاتفاق الذي تم بين إثيوبيا وأرض الصومال في بداية هذا العام والذي أثار حفيظة دول الجوار، هل تتوقع أن التعاون الثلاثي الآن بين مصر والصومال وإريتريا قد يكون له رد فعل في دول الجوار؟ أعتقد ذلك، ولو أنه ليس موجها ضد أي دولة محددة، ولكن الرؤساء الدول الثلاث سيبحثون كل القضايا الإقليمية، ومن أعتقد من ضمنها الاتفاق الذي عقدته إثيوبيا ما يسمى بأرض الصومال، وهي جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، لديها تأثير كبير على الأوضاع في القرن الأفريقي. طب إلى أي مدى سعادة السفير هذه الزيارة وغيرها من العلاقات المتبادلة القوية بين مصر وإريتريا تؤثر على الوجود المصري العميق في القرن الأفريقي؟ ودون أضيف أيضا أن من ضمن الموضوعات التي أعتقد أن الرئيسان أفورقي والسيسي سيبحثونها هي الأوضاع في السودان. يعني إريتريا لها حدود مشتركة مع السودان، ومصر لديها بالطبع علاقات وثيقة جدا مع السودان. الرئيس أفورقي حضر أول اجتماع رؤساء الدول الأفريقية المحيطة بالسودان الذي دعا له الرئيس السيسي بعد اندلاع الاشتباكات في السودان. فلذلك السودان سيكون على رأس الموضوعات التي ستبحث بين الرئيس السيسي والرئيس أفورقي. نعم. وقد يكون ذلك أيضا مع الرؤساء الثلاثة. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير أحمد حجاج أمين عام مساعد منظمة الوحدة الأفريقية الأسبق، شكرا جزيلا لك.